السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض الدورة بتاعتنا. النهاردة طبعا اليوم 17 للفراخ، ما شاء الله يعني الفراخ ماشية معانا كويس، والأحجام بتاعتها ما شاء الله طبيعية جدا، ويمكن كمان يعني هي ما شاء الله يعني هي يمكن الكاميرا ظلمها شوية، بس هي ما شاء الله في الحقيقة يعني تحس كده إن هي إيه يعني خلاص بقى. النهارده طبعا بقالهم 17 يوم، يعني خلاص الايام اللي جايه ان شاء الله هتبقى ايه، يعني كل يوم بيعدي الفرخ بيزيد الطقط يعني الضعف يعني. طبعا كل ده بيفر الخلطات اللي احنا بنعملها وكل المكونات طبعا والحاجات اللي انا بعملها معاكم لا اكتر ولا اقل. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الاحجام مفرحه. طبعا ان شاء الله هنوزن يا جماعه، يمكن انا وزنت لكم النوبه اللي فاتت يمكن من كام يوم كده، ده بقى باذن الله هنوزنهم برده يعني ان شاء الله على بكره كده باذن الله هوزن لكم برضو علشان تشوفهم الفراخ على عمر 17 يوم بيكون اوزانها قد ايه. يعني هي بسم الله ما شاء الله الدوره ماشيه معانا يعني بصراحه يعني حلوه، لا في فرخ كشش بقى ولا في اسالات ولا في اي حاجه. وعلى فكره برضو انا عامله النهارده وصفه كويسه جدا ان شاء الله هتشوفوها معايا، وصفه ممتازه هتبقى برضو كويسه قوي لو في اسالات في اي مشاكل معويه، وفي نفس الوقت برضو هتزود الوزن. تمام، يلا كده يا جماعه حطوا لايكات للفيديو علشان ايه ان شاء الله يعني يوصل لاكبر عدد من الناس وناس كتير تشوف. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الفراخ حلوه، يعني تحس كده ان هي يعني مفروده حلوه، نوعيتها حلوه بالرغم ان الفرخ كان جاي كتكوت ضعيف جدا، بس ما شاء الله يعني هو كده مشي بسرعه الصاروخ زي ما بيقولوا. كل الحاجات اللي احنا بنعملها حاجات طبيعيه ما فيش فيها اي حاجه، ما جبناش دواء من اول الدوره فعلا بجد والله يا جماعه بامانه الدوره ماشيه زي ما انا بعمل معاكم بالظبط، لا بعمل اكتر من كده ولا اقل من كده. كل يوم وصفه انا بعملها من شكل، الوصفه اللي انا بعملها هي اللي انا بحطها وانتوا بتشوفوها معايا. طبعا في ناس ممكن تحط الوصفه مرتين في اليوم، احنا بنحط بقى بنعمل كل يوم على اساس ان انا ايه يعني بعمل لكم كل يوم وصفات. الوصفه اللي مش متوفره عندك ممكن تعملي اي وصفه تاني، بديكي مجموعه يعني وصفات كتير، والوصفات ديت ما شاء الله يعني بتزود الوزن معانا وكويسه قوي، حاجات كده برضو ايه سهله وطبيعيه من قلب بيتنا. انا امبارح كنت قلت لكم يا جماعه الفرخ لما يوصل في الحجم دوت لازم نجيب جرعه الكوكسيديا. النهارده بقى هنعمل حاجه طبيعيه كده، يعني مش هنحتاج بقى لا جرعه الكوكسيديا ولا اي دواء بيطري خالص. طبعا في ناس كتير بتحب ان هي يعني ما تدخلش اي ادويه خالص للفرخ من بدايه الدوره. ده طبعا يا جماعه العلف بتاعهم امبارح كنا يعني اول يوم كنا بنغير فيه العلف كان امبارح على عمر 16 يوم، غيرنا فيه العلف من بدري النامل وانتوا شفتوا معايا. عند ما بنيجي نغير العلف بقى ممكن ان احنا نعمل ايه، نعمل كده نفرم شويه توم حلوين كده وشويه بصل وليمون وخل ونديله، ده يعني علشان يبقى ايه مضاد سموم له الناس اللي هي بتغير من بدري النامل. بدل ما نجيب مضاد سموم والكلام ده كلته احنا بنعمله على ايدينا بيبقى طبيعي حلو قوي. تمام، فالنهارده برضو ان شاء الله هنعمل وصفه كويسه جدا، وصفه تطهر معده الفرخ عندك لو في اي مكروب في اي اسهالات في اي حاجه من المشاكل ديت، ده طبعا بيتعالجوا على طول. وكمان كنت دايما اقول لكم يا جماعه هاتوا جرعه الكوكسيديا، لا احنا النهارده هنعمل بقى بديل الكوكسيديا، بديل ايه؟ بديل دواء الكوكسيديا، هنعمله كده طبيعي على ايدينا. فكلها حاجات سهله وطبيعيه من قلب بيتنا، مش هتكلفنا اي حاجه. طبعا كده بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله هو بدا بقى الصندوق يضيق عليهم، علشان الناس اللي كانت بتقول انت بتربي في الصندوق العمر قد ايه، هو كده يا جماعه كويس قوي قوي يعني حلو على قده. اللي مخليني بس ان انا يعني حطاهم في الصندوق شويه ان الجو بيبدا ان هو يبرد بالليل شويه، فان شاء الله يعني على بكره كده او بعده باذن الله هنبدا ان احنا نوسع لهم، لان ما عادش ينفع اصلا ان هم يتحطوا في الصندوق. طبعا انا لسه بوصل لهم اللمبه، بس خلي بالكم ما عدتش بقى في الصندوق برفعه شويه علشان يا اما بقى لو انتوا جبتوا نواسه ولا حاجه اللي هي 40 واط ولا حاجه ممكن تحطها لهم، اما لو لسه بتحطوا لمبه 100 ولا حاجه على حسب المكان. انا كنت بقول لكم المكان ده يا جماعه يعني هو الصندوق دوت يعتبر متر وربع في 75 سنتي، عشان بس لو انتوا حابين تجيبوه ولا حاجه. تمام، فما ينفعش ان انا اكتم على الفراخ عشان ايه يعني ما تتعبش مننا، اهم حاجه التهويه للفراخ في الايام دي. يلا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه عشان نعملها مع بعض. مبدئيا كده زي ما انتوا شايفين معايا اول حاجه في الوصفه بتاعت النهارده طبعا هنستخدم الشيح. الشيح من الحاجات الكويسه جدا يا جماعه اللي بتقضي على جميع الاسهالات، ولو في لا قدر الله كوكسيديا او في اي حاجه يعني ده طبعا
يعني ايه لو في فراخ لسه داخله في بوادر كوكسيديا، انما لو خلاص دخلت وبقى في حمار في الفضلات او الكلام ده كله، طبعا الوصفه دي مش هتنفع لها خالص، فاحنا بنعملها بس كوقائي، او لو في اسهالات ممكن تمشي الاسهالات. ده طبعا معلقه شيح ونص معلقه من الشاي، وده طبعا معلقه صغيره كده من الزعتر، ما يكونش مليانه قوي. الزعتر من الحاجات الحلوه الجميله جدا اللي بتطهر معده الطير عندك، وكمان بتزود الوزن. خدوا بالكم الزعتر من الحاجات الحلوه اللي بتزود الوزن وبتطهر وبتقضي على اي اسهالات خالص. كمان برضو الشيح ده كده كوبايه ميه برضو اهيت، يعني كل المكونات ديت انا هعملها على كوبايه ميه. هنقلبها برضو كويس كده ونحطها على نار هاديه، واهم حاجه غطى على الوصفه كويس جدا علشان كل البخار اللي بيطلع دوت، ده طبعا انا عايزه استفيد منه في الوصف، نغطي عليها واحنا بنغليها. وده طبعا الكوبايه يا جماعه اهيت بعد ما غليتها زي ما انتم شايفين معايا، ما شاء الله يعني بقت حلوه كده مركزه. دلوقتي بقى هنحطها على رتل ميه للفراخ عندنا، هي مش مليانه قوي بس ايه، هنحطها كده على رتل ميه مع عصره ليمونه زي ما انتم شايفين، ده كده عصره الليمونه اهيت نص ليمونه، ونحط للفراخ تشرب منها. لو في اي كوكسيديا او في اي حاجه، يعني لو بوادر لسه كوكسيديا هنعملها مرتين ثلاثه ورا بعض كده، يعني 3 ايام ورا بعض نعمل لهم الوصفه دي. هنحطها كوقائي بس، كفايه نعملها يوم واحد هتبقى حلوه قوي. لو في اسهالات برضو اعملها مرتين او ثلاثه ورا بعض لغايه ما تقضي على الاسهال خالص عند الفراخ. خدوا بالكم في الفتره دي بالذات يا جماعه الاسهال يعني بيبقى غلط، ممكن لا قدر الله الاسهال ينشف الفرخ خالص معاكي، يبقى الاكل اللي هو بياكله دوت ده زي عدمه. الناس اللي هي ما بتاخدش بالها يا دوبك كده بس بتعلف، ما بتاخدش بالها اذا كان في اسهال، الفرخ تعبان او الفرخ كاشش. خدوا بالكم من الحاجات دي كويس قوي. تمام، ده كده حطينا الفراخ الوصفه بدات ان هي ما شاء الله تشرب. اهم حاجه يا جماعه قبل ما نحط الوصفه لازم نكون مثلا معطشين الفراخ قبلها نص ساعه على الاقل، عشان ايه اضمن الفرخ ما شاء الله يشرب كده ويملي معدته. لو في اي بقى حاجات من الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت ده تجيب مفعول كويس. يعني ده كده خلاص يا جماعه. بالنسبه بقى للناس اللي بتقول يا شيماء انا هقدر اجيب لي رمضان دلوقتي، هتنهض جيبي وانت مرتاحه، انا كنت عملت الدوره دي يا جماعه، بس هو ايه يعني المشكله بس ان السعر بقى كل ما ده كان في الزياده، فهو ده ايه اللي هيظلمكم شويه. احنا جبنا الدوره بتاعتنا بدري شويه قلنا علشان ايه يعني الايام الجايه يا جماعه هيبقى السعر غالي، فكنت بحاول ان انا اقول لكم هاتوا بدري شويه. ففي ناس جابت معايا وفي ناس طبعا ما كانش يعني لسه جابت، فهي لسه هتبدا تجيب دلوقتي. احنا ان شاء الله برده هنبدا ان احنا نجيب، بس كمان يعني ايه كمان 10 ايام كده ولا حاجه ان شاء الله برده هنبدا ان احنا نجيب دوره تانية برده، علشان باذن الله الناس اللي لسه ما جابتش هتعمل حسابها برده وهتجيب معانا. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، متنسوش تحطوا لايك.